في سنة 1885 كان في دكتور صيدلي اسمه جون بيمبرتون. الراجل ده كان قاعد في بيته بيعمل وصفة لمشروب غازي كلنا عارفينه اسمه كوكا كولا، بس الغريب هنا ان وصفة بيمبرتون كان فيها كوكايين، والكوكايين كان جاي على هيئة مسحوق تم استخراجه من نبات اسمه نبات الكوكا. فعشان كده بنلاقي ان كلمة كوكا كولا بتكون متكونة من شقين، كلمة كوكا جاية من الكوكايين، وكلمة كولا جاية من جوز الكولا اللي بيحتوي على الكافيين. يعني المادة اللي ظهرت للناس لأول مرة على هيئة مشروب غازي دمرت حياة ناس كتير جدا. فعندنا مثلا أشهر إعلامية في العالم اللي هي أوبرا وينفري طلعت في مرة اعترفت إن هي كانت بتتعاطى الكوكايين وإنه إزاي دمر حياتها. ومش هي بس، ده في كمان مغنية أمريكية اسمها كورتيني لوف كانت مدمنة على تعاطي الكوكايين لدرجة إن من كتر حبها فيه كانت بتتعاطاه في السنة الأولى من الحمل. يعني ما أذتش نفسها بس، أذت نفسها وأذت اللي في بطنها، ومن هنا بدأت سكة تدمير حياتها بشكل كامل. فتعالوا مع بعض كده نشوف رحلة الكوكايين من مجرد نبات بيدخل في تصنيع مشروب غازي كلنا ممكن نستخدمه في حياتنا اليومية لمادة من أخطر المواد اللي ممكن تدمر حياة أي إنسان. الحلقة دي برعاية موقع عرب ثيرابي. لو كنت بتعاني من إدمان الكوكايين أو أي نوع من المخدرات ومحتاج مساعدة، فإحنا تواصلنا مع موقع اسمه عرب ثيرابي، عمله دكتور عربي عايش في ألمانيا هو وزملائه، عشان تقدر من خلاله إنك تتواصل مع أفضل الأطباء والأخصائيين النفسيين في الوطن العربي. والجلسات النفسية بتكون أونلاين بصوت وصورة في أي وقت وفي أي مكان. بتدفع اشتراك أسبوعي بسيط، وفي كل أسبوع بيكون عندك جلسة نفسية بتحددها مع الأخصائي في الوقت اللي يناسبك. وفي خلال الأسبوع بتقدر تتابع معاه أي تغيرات حصلت على حالتك عن طريق الواتساب. فدلوقتي ممكن تستخدم برومو كود فارماستانا عشان تاخد خصم 50% على الجلسة الأولى وخصم 30% على باقي الجلسات. جربوه دلوقتي ومستني رأيكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من فارماستانا. الكوكايين زي ما قلنا من شوية بيتم تصنيعه من نبات اسمه الكوكا، وخد بالك كده إن أغلب المنشطات والمواد المخدرة بيتم تصنيعها في الأصل من النباتات. فعندنا مثلا نبات الكوكا موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية. بابلو إسكوبار بقى. فمنلاقي ان الكوكايين بيعمل مشاعر نشوة قوية جدا، بيزود من اليقظة والتركيز، وكانوا بيستخدموه كعادة اي مادة مخدرة في الطب والتخدير. فالحاجة اللي ممكن تستغرب لها هنا ان هو كمادة علاجية في الطب غني جدا بعنصر الكالسيوم بشكل اقوى بكتير من منتجات الالبان. فورقة نبات الكوكا لوحدها بيكون فيها 18.9 سعر حراري من البروتين، ومش بس كده، دي فيها فيتامينات زي فيتامين A، B1، B2، فيتامين سي. فالعلماء اول ما اكتشفوا النبات ده كان عندهم امل كبير جدا فيه، وبسبب فوائد الكوكايين اللي كانوا متخيلينها قدر العالم ألفريد نيمان سنة 1860 انه يعزل المادة الفعالة اللي موجودة في نبات الكوكا ودخلها في صناعة الادوية. فطبعا في عالم فارماستان خلينا متفقين ان اي حاجة غير استخدامها الصح بتتحول للعنة على البشرية كلها. فمن الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي واضح ان الكوكايين ده حاجة حلوة، فلو هو حاجة حلوة فعلا ليه وقفنا استخدامه؟ الكوكايين بيعمل فرط حساسية للمنبهات الخارجية، ده غير ان ليه اثار نفسية وجسدية سلبية على المدى القصير، ده طبعا غير سلبياته على المدى الطويل، وكل ده هنشرحه النهارده بالتفصيل. الكوكايين بيكون موجود في صورة ملح، الناس بتسميه فحم الكوكا، بيكون في صورة مسحوق ابيض، ملمسه ناعم زي بودرة الاطفال. فبيني وبينك في سر كده عايز اقوله لك، ان هم اصلا ساعات بيتزنقوا في الكوكايين وبيضيفوا عليه بودرة اطفال عشان يزودوا كميته، فكمية الكوكايين اللي ممكن تجيلك مش كلها هتكون كوكايين صافي. فمنلاقي ان لون الكوكايين بيتراوح ما بين الابيض النقي للون الاصفر. هتيجي تسالني وتقول لي يا ترى ايه هي طرق تعاطي الكوكايين؟ بصراحة السينما المصرية والعالمية ما بخلتش علينا ابدا في ان هي توضح لنا ازاي الحاجات دي بيتم تعاطيها. فهو زي ما احنا عارفين بيتم تعاطيه عن طريق الشم او التدخين او الحقن. فبنلاقي الشخص لو تعاطى الكوكايين عن طريق الشم ان الكوكايين بيدخل مجرى الدم عن طريق انسجة الانف، اما بقى لو بيتم تدخينه بنلاقي ابخرة الكوكايين بتدخل على الرئتين، فبنلاقي برضو ان بيحصل امتصاص للدواء في مجرى الدم. فبنلاقي هنا ان احساس النشوة الشديدة او الدماغ العالية بيكون مدتها قصير جدا، فالكوكايين دايما بيوصلك لاحساس نشوة عالي جدا جدا في وقت قصير، بعدها بينزل لسبع ارض. الكوكايين بيشتغل عن طريق تقليل اثارة النهايات العصبية او عن طريق منع توصيل في الاعصاب الطرفيه، وده بيحصل عن طريق الارتباط العكسي لقنوات الصوديوم وتعطيل شغلها. فبيعتبر تدفق الصوديوم من خلال القنوات دي حاجه ضروريه عشان يشيل الاستقطاب من اغشيه الخلايا العصبيه، وبيعمل انتشار للنبضات على طول مسار العصب. فالكوكايين هو المخدر الموضعي الوحيد اللي ليه خصائص بتضيق الاوعيه الدمويه، وده لانه بيعمل حصار على ماده نور ابينفرين في الجهاز العصبي اللا ارادي. فقبل ما اكمل عشان ما تحسش بس ان انت مخنوق او تايه او اني بقول كلام علمي بحت، فلازم تعرف ان اي دواء بيدخل جسمك بيشتغل على حاجه اسمها مستقبلات، يا اما يعملها تنشيط يا اما يعملها تثبيط او يوقفها. فبنلاقي ان قنوات الصوديوم الخلايا العصبيه بتعمل نقل المعلومات في صوره اشارات كهربيه وسيالات عصبيه، فبيحصل انتقال ما بين الايونات الموجبه والسالبه.
فالاستقطاب معناه ان في اختلاف في تركيز الايونات السالبه والموجبه داخل وخارج الخليه، فبنلاقي هنا ان المليان بيصب على الفاضي، وده من خلال مضخه الصوديوم والبوتاسيوم اللي جوه جسمك. نرجع تاني لموضوعنا وهو الكوكايين. الكوكايين بيشتغل على بروتينات نقل الدوبامين والسيروتونين والنور ابينفرين، وبيمنع بشكل مباشر اعاده امتصاص الدوبامين والسيروتونين وكل مواد السعاده انها تمتص تاني جوه الخلايا، فبالتالي كل ده بيزود من كميتها. عشان كده من شويه كنت بقول لك ان هو بعد ما بيطلعك لسبع سما بينزلك لسبع ارض، لان تاثيره على مستويات الدوبامين هو اللي بيكون مسؤول عن خاصيه الادمان. طب يا ترى ايه هي اضرار تعاطي الكوكايين؟ الناس اللي بتتعاطى كوكايين عن طريق الحقن معرضين ان هم يصابوا امراض خطيره زي التهاب الكبد الوبائي فيروس بي وفيروس سي وكمان فيروس الايدز، وده لان انت لو عايز تاخد الجرعه بتاعتك دلوقتي حالا مش دايما الظروف هتسمح لك ان انت تلاقي ابره معقمه انت اول واحد تستخدمها. ممكن عادي جدا تستخدم ابره حد غيرك يستخدمها، لان في معظم الاحيان الناس اللي بتتعاطى مخدرات بتتعاطوا في جروبات، فانت عادي تلاقي ابره مرميه هنا ولا هنا تاخدها عشان تخلص نفسك. لا ومش كده وبس، ده كمان ممكن لما انت تيجي تستخدم العقار وتحقنه وتلاقي مدة الانتشاء القوية اللي حصلت لك ما عدتش 10 دقايق تلاقي نفسك عايز تاني وتاخد جرعة تانية، ومن هنا بيحصل حاجة اسمها اوفر دوز او الجرعة الزيادة، لان انت بدل ما كنت بتاخد جرعة في المرة الواحدة بقيت تاخد اكتر من جرعة. اما بقى لو انت مدمن ملتزم عارف القواعد كويس ماشي على كل حاجة بالظبط وبتاخد الجرعات كلها في ميعادها من غير ما تزود عليها حاجة، يا ترى ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لك على المدى البعيد؟ هيحصل تلف في القلب والاوعية الدموية، من ضمنها ارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر، انقباض الاوعية الدموية في الدماغ، زيادة خطر الاصابة بتمدد الاوعية الدموية، وزيادة معدل ضربات القلب بشكل مستمر. ممكن تحصل كمان مشاكل في الجهاز التنفسي من ضمنها ضيق التنفس، الالم، اصوات الصفير، السعال المستمرة. نيجي بقى للمخ ونشوف هيحصل فيه ايه. بيحصل تلف كبير جدا في المخ بما فيه انكماشه، التهاب الاوعية الدموية اللي بتوصل للدماغ، بيحصل كمان نوبات وتغيرات في قدرة الشخص على الكلام والتعلم والذاكرة والحفاظ على الانتباه. اما بقى بالنسبة لباقي الجسم بيحصل تلف في الكلى والكبد لانهم عرضة للاصابة بالامراض المعدية بسبب انهم بيشاركوا الابر مع بعض، ده غير طبعا تلف الجهاز الهضمي وفشل اعضائه والاصابة بالقرحة والامساك والقيء. فبنلاقي ان من اضرار الكوكايين على المدى القصير انه بيقلل الشهية بشكل تام. اما بقى بالنسبة للاثار الجسدية قصيرة المدى اللي ممكن يسببها، انه ممكن يعمل اتساع في حدقة العين، ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدل ضربات القلب، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتضييق الاوعية الدموية. طب ايه بقى اللي بيحصل في الجسم لما بنزود الجرعة؟ اول حاجة بتلاقي ضربات قلبك بدأت تعلى بشكل كبير جدا كأنك سامع صوتها، وبتلاقي فجأة ان الجو حواليك بقى جو حر، وده بسبب ارتفاع درجة حرارة جسمك بشكل كبير. غير كده كمان هتلاقي نفسك عندك غثيان وبترجع، ألم شديد جدا في الصدر، وبيحصل لك رعشة مستمرة. ممكن كمان يحصل لك هذيان وتلاقي نفسك خايف ومرعوب بشكل غريب، وممكن كمان في الاخر تبدأ تحس بأعراض جنون العظمة. هتلاقي كمان حصل نزيف في الانف، اتساع في حدقة العين، ومستوى غير عادي من الإثارة، وبيحصل زيادة في مستوى العدوانية والعنف. من الحاجات الغريبة فينا كبشر إن أي حد فينا بتعجبه حاجة بيحب ياخد منها كميات كبيرة، يعني مثلا لو حد فينا شرب مشروب معين وحبه بيشرب منه كميات كبيرة عمال على بطال علشان يشبع رغبة جواه في حب الحاجة دي. كذلك برضه الوضع بيحصل مع المخدرات، إننا بنلاقي بعض الناس بياخدوها بشراهة كبيرة جدا. فعلى حسب تقرير منظمة اسمها NIDA إن التأثيرات قصيرة المدى اللي الشخص ممكن يستهيفها للكوكايين إن هي ممكن تضيعه فعلا، لأن كيمياء الدماغ وظائف الاعضاء بيبداوا يتدمروا تماما. طب هل الشعور اللي انا هحس بيه اثناء تعاطي الكوكايين ممكن يوصلني للجنون؟ تعاطي الكوكايين بيخليك في حاله كبيره جدا من الطاقه، عشان كده بيستخدموه في الحفلات عشان يفضل يسهر ويرقص للصبح. ده غير انه بيعمل حاجه اسمها بارانويا او جنون الارتياب وبيسبب لك الارق، وبيعمل حاجه اسمها ذهان او سايكوزس، وبيعمل اختلال في الادراك وتغير كبير في الشخصيه. فكل دي تغيرات بتعمل مشاكل في علاقات الشخص الاجتماعيه مع البشر، لان المستخدمين دول عندهم الرغبه كل شويه في المزيد والمزيد من المخدرات. فالموضوع هنا بيتحول معاهم العادة بتكلفهم كل اللي وراهم واللي قدامهم، بيفضل يصرف فلوس عمال على بطال عشان يواكب احتياجاته. احنا قلنا من شويه ان الكوكايين بيشتغل كمضايق للاوعيه الدمويه، يعني بيقلل تدفق الدم، وبما ان عندنا حاجه مثلا زي الانتصاب بتحتاج لتراكم الدم او تدفقه بكميه كبيره زي مثلا ما الفياجرا بتعمل، فهنلاقي هنا ان الكوكايين بيقلل حجم العضو الذكري بشكل كبير جدا اثناء العلاقه، وفي نفس الوقت بيحفز الدافع الجنسي، يعني بيزود من رغبتك الجنسيه، وفي نفس الوقت بيقضي على قدرتك الجنسيه. انت عارف المشكله فين؟ ان كل الاعراض السيئه اللي ممكن تحصل لك دي لو انت بتتعاطى انقى انواع الكوكايين، لكن الحقيقه مش كده، لان مع الاسف تجار المخدرات دول ناس وحشين قذرين، بيحطوا حاجات مع الكوكايين زي السكر والنشا عشان يخففوه ويكسبوا اكتر، لكن المواد اللي زي السكر والنشا لو هم حلوين وطيبين، لكن احنا قلنا من شويه انهم وحشين وقذرين، فبيحطوا ماده اكثر دمارا للصحه وهي البنزوكاين. ماده البنزوكاين كده باختصار هو مخدر موضعي او بنج للعمليات، بينتج عنه تاثير صغير جدا مشابه
مشابه للكوكايين، فيا ترى ايه خطر خلط الكوكايين مع ادويه اخرى؟ اشهر الكوكتيلات المعروفه لحاجه زي كده هي الكحول مع الكوكايين، والاثنين دول بمجرد ما يحصل لهم مزج جوه الجسم بينتج ماده كيميائيه سامه اسمها كوكايثيلين. وبالمناسبه عشان تبقى عارف ان الخمور او الكحوليات بتكون مصنوعه من ماده اسمها ايثانول، فالايثانول مع الكوكايين بيدينا حاجه اسمها كوكايثيلين. فبنلاقي ان ماده كوكايثيلين بتفضل موجوده في الجسم بشكل كبير جدا والمده اطول بكتير من الكحول لوحده او الكوكايين لوحده، وطبعا ده بيزود من الضرر بتاعها بشكل كبير جدا على القلب والكبد. طب بعد كل اللي قلناه ده، هل ممكن يتعافى الدماغ من اثار الكوكايين؟ طبعا ممكن اي حد يتعافى منه، لان كميه الادراك الطبيعي اللي ممكن ترجع لك بتعتمد على عده عوامل، زي انت بتتعاطى الكوكايين من امتى، بتستخدمه كم مره، كيمياء دماغك اتغيرت ازاي. في دراسه اتعملت سنه 2014 بتقول ان طالما كان تعاطي الكوكايين مش بشكل قوي، ممكن المدمن يبدا يتعافى في خلال سنه واحده، لان تلف الدماغ الناتج وقتها عن تعاطي الكوكايين هيكون قابل للانعكاس بشكل جزئي على الاقل، وده معناه ان في خلال 5 شهور من توقف ادمان الكوكايين هترجع نسبه كبيره من وظائف المخ الرئيسيه. طيب هو العلاج بيتم ازاي؟ الدكتور هيبدا يسالك اسئله عن نمط حياتك، عاداتك، استخدامك كان عامل ازاي وطريقه الادمان، جرعتك اللي كنت بتاخدها باستمرار، بس الاهم من كل ده انك تكون واضح وصريح معاه عشان تعرف تاخد العلاج المناسب. مده بقاء الكوكايين في الدم بتكون ما بين 4 ل 6 ساعات في حاله تعاطي المخدر لاول مره، اما لو الشخص كان بيستخدم الكوكايين من وقت للتاني على فترات متباعده تفريحي كده كل شهر مره، فمده بقاء الكوكايين في الدم ممكن توصل ل 12 ساعه، بس لو كان الشخص مدمن وبياخده باستمرار فهنلاقي ان بقاء الكوكايين في الدم ممكن يوصل ل 48 ساعه، يعني يومين كاملين. ولازم فتره انسحاب تعاطي الكوكايين تكون من خلال اخصائي طبي، يعني ما ينفعش تتصرف كده مع نفسك وتقول انا هبطل الكوكايين واقعد في البيت اتعالج مع نفسي، لان اول خطوه الدكتور بيعملها معاك هي ازاله السموم، والمقصود هنا بمرحله ازاله السموم هي التخلص من الكوكايين اللي موجود في دمك وطرده من الجسم. واكيد طبعا المرحله دي هتكون مصاحبه لاعراض انسحاب زي الرغبه الداخليه القويه في الحصول على جرعتك باي شكل، وممكن تصاب بالاكتئاب الشديد، يجي لك ميول انتحاريه. تاني حاجه هي العلاج السلوكي المعرفي، وده بيكون في العيادات الخارجيه والمجتمعات الخاليه من المخدرات، وبيكون هنا عن طريق البرامج اللي بتتكون من 12 خطوه زي كوكايين انونيمس وناركوتكس انونيمس، ودي برامج بتفعلها في المستشفيات بتساعد المريض وبتعالجه بشكل احترافي من الادمان. والاهم من كل ده كمان ان في حاجه اسمها انتيدوت، وده دواء بيعكس مفعول اي ماده سامه. طريقه العلاج ممكن تكون فردي او جماعي، فالعلاج الفردي او العلاج 1-1 يعني علاج شخص لشخص، بيوفر بيئه سريه بيقدر من خلالها المدمن انه يتعالج من النجاحات والنكسات اثناء رحلته مع التعافي، وده طبعا بيساعده في معالجه مشاكله وانه ياخد ملاحظات شخصيه مع اخصائي متمرس. اما بقى العلاج الجماعي فهو بيخليك تشارك افكارك وانك تتعلم من تجارب الاخرين اللي بيتعافوا من ادمان الكوكايين او غيره من حالات الصحه العقليه، وانهم يمارسوا مهارات التواصل الصحي بين الاشخاص. فتخيل ان كل اللي احنا قلناه ده ممكن يحصل لك بمجرد تجربة. فكل طريق في الدنيا لازم يكون ليه بداية، وبداية طريق المخدرات هي التجربة. فلازم تعرف ان مفيش كائن في الدنيا ممكن يكون خطر على الانسان غير الانسان نفسه. اشوفكم الحلقة الجاية. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناة فارماستان على يوتيوب، وما تنساش تشغل الجرس. هتلاقي المصادر تحت الفيديو، هتلاقي معهم الاكاونت الشخصي بتاعي على انستجرام لو حابب تتابعني بشكل شخصي. تابعنا باستمرار، كن مواطن في جمهورية فارماستان. سلام عليكم.